مشاهدينا السلام عليكم، كنتلاقاو معكم من قلب مقر جمعية زهور للتنمية والأعمال الاجتماعية. صراحة كنكونوا دائما فرحانين ملي كنجيو عند شي جمعية، خاصة ملي كنشوفوا وجوه شابة اللي كيديروا هاد الأعمال ديال الخير وكيساهموا في نشر الخير والتضامن والمودة والرحمة في هاد الشهر الفاضل. كي كنشوفوا معنا عدد كبير ديال لي بانيي اللي فيهم كل ما غيحتاجوا صائم لما لاقيش مسكين فين يفطر، فتحية لهذه الجمعية اللي كتقوم بهذه المبادرة وتحية لكل الجمعيات في المغرب كامل اللي كيقوموا بحال هذه المبادرة. سلام، عرفينا براسك. السلام عليكم، معكم حنان كيت رئيسة جمعية الزهور للتنمية والأعمال الاجتماعية بعين حرودة. اليوم كيف ما كتشوفوا معنا اليوم 15 يوم في الافطار صائم اللي كنقوموا به، هذه النسخه الثالثه. الله يبارك في كل شيء ان شاء الله، ان شاء الله مزيد من العطاء بطبيعه الحال. تقريبا الافطار اللي كنخرجوه يوميا ازيد ما بين تقريبا 50 40 على حسب اليوم اللي كنستطيعوا شنو نخرجوا فيه. الفئه المستفيده عندنا بعض الاسر المعوزه اللي ما عندهاش يعني الافطار باش كتفطر، يعني اللي عندها مثلا دخل يومي او ما الى ذلك، كذلك الناس اللي كتكون في الشوارع يعني المتشردين ما الى ذلك، وكذلك بعض الافارقه مسلمين تهم اللي كيكونوا كيفطروا على برا. اذا هادو هما الفئات اللي كنستهدفوا اللي كنعطيوهم الافطار. سلام سيدي، اسم الصفه؟ عبد الرزاق اكرام، عضو متطوع بجمعيه الزهور الأعمال الاجتماعية والتنمية. شكرا أولا على هذا التطوع وعلى هذا الانسياتيف الطيبة اللي كتقوموا بها. كيف جات الفكرة؟ تنظر أنها النسخة الثالثة اللي تتبناها الجمعية. هذه السنة تمويل ذاتي معتمد على بعض المتطوعين، كنا نأمل أنه يكون دعم أكبر من طرف الشركات الاجتماعية باستثناء المجلس الجماعي لعين حرودة مشكور اللي ككل سنة يكون طرف هذه الأعمال. اكيد ان اليوم سنهضروا على 30 تقريبا 30 باني او 30 افطار، 30 شخص صائم. تنستهدف المناطق اللي ستكون فيها مجموعه من الاشخاص، سواء عابري السبيل، الناس اللي تقطعت بهم الطريق، الناس اللي هما مثلا المهاجرين الافارقه الى غير ذلك. كيفاش فكرتوا انكم يعني جمعيات كيديروا بزاف ديال الانيسياتيف بزاف ديال البادرات، علاش اختاروا بالضبط افطار صائم؟ شفتوا شي منظر اللي ما عجبكم؟ شي قصه؟ هي صراحه كيف ما قلتي، احنا اصلا الاهداف ديال الجمعيه داخله في اطار ما هو اجتماعي، ما هو خيري. اذا احنا هذه البادره هذه جات كيف ما قلتي، كنشوفوا الناس مثلا كتكون في الشوارع ما عندهاش باش تفطر، كنشوفوا كذلك بعض الاسر يعني اللي مثلا غير في لونطوغاج ديالنا ولا هذه، ما كاين اللي ما كيقدرش مثلا هذاك النهار يدخل هذاك 50 درهم او لا 40 درهم، فوالا يعني ما غاديش يقدر. كتلقى اسره مثلا عندها الاطفال مثلا 4 5 الاطفال 6 الاطفال، يعني كيفاش غادي يديروا حتى يديروا هذاك الدخل مثلا ديال الافطار ديالهم. وكما قلتي شفنا وقائع ديال الناس ما لاقيش باش تفطر، لهذا قلنا نبداو ان شاء الله بهذه المبادره هذه. وكما قلت لكم يعني النسخه الثالثه هذه، يعني ماشي النسخه الاولى ولا هذه، النسخه الثالثه اللي كنقوموا بها. كل الاجواء ديال توزيع هذه الفانيه هي كنكونوا تحت الضغط في كما كنقولوا الدقائق الاخيره، يعني حتى كتبقى تقريبا ديك 15 دقيقه او 10 دقائق المغرب، يعني انه يؤدى الاذان ديال المغرب، عاد كنخرجوا كنبداو في التوزيع ديالنا، باش هكا كنلقاو الناس اللي كتكون كما قلت لك في الشوارع، وهكا كنديو الناس الاسر ديالهم، وكذلك كاينين الناس اللي كيجيو عندنا هنا كيديو الاسر كيديو حتى هما لي باني ديالهم. وبالنسبه لكي كيكون الشعور ديالهم اللي حتى كتوقفوا على شي واحد ما كان لاقي باش يفطر، تعطي واحد الباني اللي فيه كل شيء؟ اش غادي نقول لك، شعور صراحه حنا بعدا حنا كيعجبنا الحال. علاش؟ هذوك الناس كيفرحوا اول حاجه الدعاء وهذا وما الى ذلك، وكنحسوا بواحد ما كيفاش غادي نقول لك، كاخروا براسهم. فوالا خص الناس يجيو ويحسوا بهذا الشعور، حتى حنا اللي كنحسوا به صراحه شعور زوين. وصراحه يعني افطار صائم راه هو فيه اجر، في اجر كبير، يعني باش تفطر الناس راه ما سهلاش. اكيد. الكلمه الاخيره اللي تبغي تقوليها لراسكم بعدا نتوما اللي كديروا هذا العمل الخيري مشكورين عليه، وايضا للناس باش حتى هما او الجمعيات باش حتى هما يديروا بحال هاد. اول حاجه الكلمه راسنا حنا صراحه كفريق يعني
يعني حنا كفريق ديال جمعيه الزهور للتنميه والاعمال الاجتماعيه صراحه حنا فخورين بهذه الاعمال اللي كنقوموا بها، وكذلك هذا نداء يعني الجمعيات هما اللي باقي يقدروا يديروا تهما هذه الانيشيتيف هذه، حيت علاش؟ حيت فعلا الناس محتاجين بزاف، يعني ماشي غير هنا مثلا حنا في عين حروده ولا لا، كاينين مناطق اخرى، كاينين مدن اخرى اللي الناس محتاجين، كاينين كذلك كتلقى غير اسر غير في لونطوغاج ديالنا وهذا ما لاقاش باش يفطروا. اذا انت هذه بديله الناس يفكروا فيها، غير مثلا انت جارك تقدر تخرج ليه واحد البلاطو ديال الفطور وتعطيه ليه. ماشي الجمعيات حتى الناس، ماشي غير جمعيات، حتى الناس من ذاتهم بطبيعه الحال، يعني يقدر الانسان يفكر غير في هذاك اللي حداه، يفكر في العائله، يحساس فوالا، يشوف الناس مثلا كما قلتي وعلى برا اساس، مثلا واحد كيبني في واحد الدار بعيد على الاسره ديالو، وهذا يعني عنده كما قلتي واحد مدخول هو يومي 50 درهم 40 درهم ما كتكفيش، خاصو يخلي ليه هو ويصيفط الاسره ديالو. اذا هذه التفاته اللي هي زوينه، ماشي بالضبط غير جمعيه، يعني ممكن اي واحد يديرها.